كنا توقفنا المرة اللي فاتت عند فكرة النبوات، وشفنا إزاي بتتكون رسالة النبي في أنبياء العهد القديم. الغالبية العظمى من رسائل من أنبياء العهد القديم بتشتغل بالطريقة دي، إنه فيها 4 أجزاء. الجزئين الأولانيين بيقولوا فين الغلط وإيه العقاب، ودول جزئيتين مبنيين على أساس الشريعة بتاعت الناموس أو العهد الناموس، العهد الموسوي. فالنبوات كلها بتيجي تفحص حالة إسرائيل أو حالة الشعب القديم، وبتقول كده إنه قد إيه كانت الأمة وفية وحافظة للعهد أو بتخون العهد. وبناء عليه التقييم بيتم بناء على المعيار ده، قد إيه حافظة الوصية أو ما حفظتش الوصية. والنبي بيرصد حالة الأمة وبيقول أنتوا أخطأتوا في الأمر الفلاني، وبناء على أنه أخطأنا في أو الشعب ده أخطأ في الأوامر دي أو النواهي دي اللي الله كان ناهي عنها، بناء عليه أنتوا استوجبتوا حكم دينونة من الله بناء على الشريعة، والدينونة كالآتي: 1 2 3 في جاجمنت جاي، في دينونة جاي. دول أول جزئيتين في رسالة النبي. وهنا النقطة الأساسية اللي بنقول عليها إنه النبي كان مرتكز على الشريعة، مرتكز على كلمة الله، فهمها كويس، درسها كويس، قادر من خلال فهمه للكلام ده وعمل الروح القدس فيه طبعا، ومسحة النبوة اللي عنده ومهمة النبي اللي هو استلمها من الله، قادر إزاي يفحص بالعين الإلهية أو يقيم الشعب على أساس الشريعة، لأنه فاهم كويس أوي الشريعة، فاهم كويس أوي كلمة الله، فبيفحص سلوك الشعب بناء على القوانين، وبالتالي بيصدر حكمه الإلهي اللي الله بيتكلم عنه، الله بيتكلم على لسانه الحكم ده بناء على ما جاء في الشريعة اللي احنا اتفقنا عليها عند في جبل سيناء، الاتفاق إنه لو أطعتم هديكم بركات، لو عصيتم هيبقى فيه ضربات ولعنات. فالشريعة هي اللي بتحكم بتنظم الموضوع، وده اللي كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عنه، إنه النبوات ما بتخرجش بره كلمة الله وما تقدرش تخرج بره كلمة الله. النبوات مش إن أنا بعرف عرافة إيه اللي هيحصل في المستقبل وبس، أو إن أنا أعمل زي مثلا الشعوب الوثنية كانت موجودة إنه بتعرف او تكشف الطالع او المستقبل للملك. انما النبوات في العهد القديم اساسا هي بيزد على الشريعه. فمن هنا بنقول انه علشان نفهم النبوه محتاجين نبقى فاهمين انه النبوه بترتكز على الشريعه. والنهارده لما يجي لي حد يقول لي انا نبي، بقول له ليه؟ ما ينفعش يكون نبي لأنه خلاص خلصوا، يعني مهمة الأنبياء بالمفهوم بتاع زمان ده خلص. لكن الأنبياء النهاردة هم من يتكلمون بكلمة الله المكتوبة والإعلان الإلهي اللي بين إيدينا اللي هو الكتاب المقدس، يتكلم بكلمة الله من أجل البنيان، من أجل الوعظ، من أجل التسلية، من أجل التوبيخ، من أجل التأديب، من أجل نمو المؤمنين. دي اسمها الخدمة النبوية النهاردة. لكن يجي واحد يقول لي انا عندي نبوه، اقول له ايه النبوه بتاعتك؟ قولي انت هتتجوز فلانه او قدامك سكه سفر او مش عارفين، بقول له شكرا، الكلام ده ما ينفعش عندي. ليه؟ لانه النبوه بتاعتي بترتكز اساسا على كتاب، مش احلام ومش اخبار ومش بقرا لك البخت. دي نقطه مهمه قوي لازم نخلي بالنا منها. فدول الجزئيتين الاساسيتين او اول جزئيتين في الرساله النبويه. الجزء الثالث زي ما شفنا المره اللي فاتت، انا بعمل بس مراجعه سريعه، ده الجزئين الأولانيين. الجزء الثالث بيبتدي يدخل بعد ما قال الغلط والعقاب، يبتدي يدخل رجاء، يدخل نغمة رجاء. الرجاء والخلاص ده إنه الله يرحمهم، الله يتحنن تاني عليهم ويفتقدهم. هنا الأساس الشرعي لأن الله يدخل هذه الرحمة وهذا الخلاص هو العهد الإبراهيمي، العهد مع إبراهيم اللي كان موجود قبل الناموس بأكتر من 500 سنة. يبقى إذن الله حط الأساس القانوني للتدخل بالرحمة وبالإنقاذ
قبل ما يحط الشريعة القانونية اللي بتحكم علاقته بينه وبين الشعب، واللي هي مشروطة، يعني لو عملت هتاخد، لو ما عملتش هتتعاقب. فلما يقدم في الرسالة النبوية، يقدم رجاء الخلاص ورجاء إن الله يرحمهم، الله عنده الحق القانوني يعمل كده، لأنه ده بيزد على أو مؤسس على العهد الإبراهيمي اللي هو كان قبل الناموس. بأكتر تفصيل بيظهر من بعد رسالة النبي أرميا، يبتدي يظهر معايا العهد الجديد. طبعا قبل أرميا بثلاث قرون تقريبا كان في العهد الداودي اللي الله من خلاله وعد بنسل معين من سلسلة داود هيجلس على كرسي إلى الأبد، والشخص ده لما هيجي هيكون بيعمل سلام. الوعد بأنه يحصل مراحم يليه على طول وعد بتغيير، تغيير خارجي وتغيير داخلي. التغيير الخارجي أنه يجي الملك اللي هينشر السلام ده، واللي هيرجع تاني المملكة ويتسترد، رب يسترد الشعب ده تاني إلى أرضه تحت حكم الملك بار، ويبقى في حالة سلام ورخاء تحت الملك البار ده. لكن من جهة أخرى يحصل تغيير جوه قلوبهم، علشان الشعب ده بدل ما كانت الشريعة عبارة عن ألواح مكتوبة على أو كلمات مكتوبة على حجر، لا تبقى مكتوبة جواهم، يبقوا قادرين ياخدوا قوة إلهية، يقدروا يطيعوا الناموس ويصيروا في علاقة جديدة مع الله، علاقة ثابتة، مش ما فيهاش العصيان اللي كان موجود في طول تاريخ إسرائيل في العهد القديم. يبقى شفنا كده أربع أجزاء في النبوة، جزئيتين الكشف عن الأخطاء وإعلان العقاب، وعد بالرجاء والخلاص والإنقاذ بناء على العهد الإبراهيمي. اللي هيحصل إيه عشان ينقذهم؟ تغيير خارجي وتغيير داخلي. التغيير الخارجي عن طريق وجود المسيح اللي هو الرجاء المسياني بتاع إسرائيل، والتغيير الداخلي مبني على أنه يحصل لهم حالة من التجديد الروحي اللي وعد بها الله في رسالة من بداية من الأرمية، وعد بفكرة العهد الجديد. يبقى باختصار كده أدي تكوين أو الستراكشر بتاع النبوة بشكل عام، أربع أجزاء. أنا بقول بكرر الحتة دي علشان ده يساعدنا قوي لما نقرأ العهد القديم، نقرأ بالذات الأنبياء، نبقى عارفين نمسك الستراكشر بتاع النبوة، فنعرف لما نقرأ كل سفر من أسفار الأنبياء سواء الصغار أو الكبار، أبقى شايف إزاي الرسالة النبوية ليها فريم ورك، ليها إطار عمل ما بتخرجش عنه. ولما بتتكلم عن الرجاء مش بتتكلم بس على انه الشعب كان يخلص من عبودية بابل في الزمن ده، لكن بتتكلم، هتلاقي رسالة بتبص على مستقبل قريب ومستقبل تاني بعيد. دي الفكرة بتاعت رسائل العهد القديم او الرسالة النبوية في العهد القديم. قدموا لنا ايه الانبياء بتوع العهد القديم دول؟ ايه اللي قدموه للبشريه بشكل عام؟ اول حاجه قدموا لنا الفكر الحقيقي عن اله واحد هو الله الخالق. طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفرق بين انبياء العهد القديم وبين الانبياء اللي كانوا موجودين او العرافين اللي كانوا موجودين في الشعوب الاخرى، لان الشعوب الاخرى كان عندها ما يشبه نبوه لكن بشكل الشعوذة والدجل. لكن هنا بنقول الله أقام رجال لهم وصفات خاصة من شعبه اللي داخل معاهم في عهد، اللي عندهم الشريعة بتاعت الله، اللي عندهم الإعلان الإلهي، وهم دول اللي قالوا للعالم كله عن أنه يوجد إله واحد هو الله الخالق اللي ملهوش صورة، ملهوش فورم زي ما انتوا الآلهة عندكم آلهة أخرى، ده إله له personality، له شخصية يمكننا الدخول معاه في علاقة شخصية، لكنه ليس إلها له جسم أو له قالب زي الآلهة الوثنية. الميزة بتاعت الإله ده أنه كلية العلم، كلية القدرة، كلية الوجود، هو روح،
هو إله خالق، هو متحكم في كل شيء، وهو أقوى من كل هذه الآلهة. عشان كده المرنم في المزامير يقول كده إنه من مثلك يا رب بين الآلهة، ويتكلم عنه إنه كل آلهة الأمم باطل، أما إلهنا فهو الله الذي خلق السماوات والأرض. فدي أول حاجة قدمتها النبوات أو قدمها كتبت العهد القديم، وكان وقدمها رجال الله الأتقياء اللي ساقهم روح القدس عشان يتكلموا برسائل النبوية. الحاجة الثانية اللي قدمتها لنا، قدمت لنا تعليم واضح وصحيح عن شخصية الله وعن صفاته وعن مبادئه. فقدمت لي الإله الخالق، قدمت لي الإله القدوس اللي بيختلف عن كل الآلهة الأخرى، قدمت لي الإله المثلث الأقانيم، وإن كان طبعا الشرح بتاعها كبر ووضح أكتر حصلوا ديفلوب في العهد الجديد، لكن من بداية العهد القديم زي ما شفنا السنة اللي فاتت احنا بنتكلم عن لاهوت الله، شفنا انه لما بيتكلم باللغة العبرية بيقول في البدء خلق الله، شفنا ازاي تصريف الفعل في المفرد، اما كلمة الله اللي هي إلهيم هي كلمة مفردة وجمع في ذات الوقت وجمع ثلاثي. فشفنا انه العهد القديم فاهم وقدم فكرة الإله المثلث الأقانيم، شفناه في كذا حتة، شفناه لما بيتكلم بصيغة الجمع وبيقصد به الجمع والمفرد في نفس الوقت في نفس الآية، شفناه لما بيتكلم عن قال الرب لربي اجلس عن يميني، إذن بيكلم الآب بيكلم الإب، شفناه لما بيقول أنه كنت عنده منذ البدء خالقا والآن أرسلني الله وروحه. إذن بيقدم لي ثلاث أقاليم في أحد أقوال النبي إشعياء. شفت حاجات كثيرة قوي العهد القديم قدمها لنا عن الله، والأفكار اللي قدمها لنا عن الله تختلف تماما عن الآلهة الوثنية اللي كانت موجودة في الوقت ده. أولا هو إله واحد مش متعدد زي الديانات الأخرى. إله قدوس دي أهم صفة فيه، إله بار جدا، إله محب جدا، إله بيسمي نفسه محافظ العهد، وأول مرة في التاريخ كله يوجد إله يدخل في عهد مع شعب هو هنا. كل آلهة الأمم لا يمكن أنها تدخل معهم في عهد لأنه أصلا مش موجودين، آلهة من صنع البشر. كمان الآلهة دي آلهة قاسية وآلهة شريرة وآلهة لا أخلاقية، يعني سواء في أساطيرها سواء في ممارسات العبادة فيها سواء في الأفكار اللي كان الناس بتتناولها عن هذه الآلهة. يعني لما يتكلم عن إله شرير بيقتل، مثلا في قصص الفراعنة لما تشوف انه كان في إله قتل أخوه أوسوريس، وأعتقد كان اسمه سات تقريبا إله الشر، قتل أخوه، ويحصل بعد كده انه ابن أوسوريس حورس يحارب هذا العم، والعم يأذيه يفقعله عينه وهو ينتصر عليه ويموته، حاجة زي كده. دي كلها حاجات لا أخلاقية ولا ملهاش علاقة بالسمو الإلهي. أما الإله اللي بيقدمهن العهد القديم وبيقدمهن الأنبياء مختلف تماما، عكس تماما كل هذه الأفكار الشرير. طبعا نهيك عن الآلهة الأخرى اللي كان بتقدم لها العبادة في سورة ممارسة جنس ومتعارة، في سورة عري وخزي، في صور فيها حتى الهوموسيكشواليتي كانت موجودة في الممارسات دي. نهيك عن الأطفال اللي كانت بتقدم ذبائح حية للآلهة. كل ده لما بنقارن الحضارة والأفكار اللي كانت سائدة في الشعوب دي أقارنها بالرسالة النبوية، أكتشف قد إيه الفرق وقد إيه الأنبياء دول بكلمة الله قدموا للبشرية إعلانات راقية سامية إلهية تختلف كل الاختلاف عن الحضارات الأخرى. قدموا إيه تاني الأنبياء؟ قدموا لنا فكرة يقينية الدينونة، قدموا لنا فكرة التوبة، قدموا لنا فكرة الاحتياج
الى التبرير واحتاج الى ان غفران الخطايا، قدموا لنا فكره يعني ايه اسلك بصوره سليمه. نلاحظ انه العهد القديم لما قدم الوصايا، الوصايا مش بس بتتعلق بان الواحد يكون في علاقه مع الله، لكن ايضا هذه العلاقه لها صوره مرئيه من خلال علاقته مع الاخرين في كل السلوك، في اكرام الاب والام، في عدم الشهوة، في عدم الشهادة الزور، في حفظ النفس، في قداسة، في عدم القتل، في عدم السرقة، في العدالة الاجتماعية، في عدم ظلم الفقير، عدم ظلم الأرملة واليتيم، في أنه حتى وانت بتزرع أرضك وانت بتحصد أرضك فوت، سيب أركان الحقل للغلبان والفقير اللي هيجي يأكل وراها، حتى الطير اهتم بيه، حتى الحيوان اهتم بيه بشكل آدمي وبشكل أخلاقي. الكلام ده ما بلقهوش ابدا في حضارات اخرى، يمكن يكون في بعض الاجزاء موجود لكن بشكل كبير ده مش موجود في حضارات الشرق القديم. قدموا ايه تاني الانبياء؟ قدموا لنا اساس للمعنى الانسانيه، لانه لما بيعلن الكتاب انه الانسان مخلوق على صوره الله ومثاله، فده بيعطي قيمه ساميه جدا للانسان، وبيعطي معنى للوجود الإنساني، بيعطي أساس للحرية الإنسانية. الله خلقنا أحرار، الله خلقنا بحرية إرادة، الله حتى بيقبل إنه الإنسان يعصاه، ما بيقولش لأ، لأنه مش هيتهدد بعصياني، مش هيتهدد بإني رفضته، لكن بيقول لي قدامك طريقين، ده الحياة وده الموت، فاختار الحياة عشان تحيا. فبنشوف هنا إنه الله من خلال الأنبياء دول قدم للبشرية القيمة الإنسانية، قيمة الحياة الإنسانية، أساس حرية الإنسان ليه؟ أساس قيمة الإنسان جاي منين؟ ركز كمان على العدالة الاجتماعية، عشان كده كان فيه كتير قوي من الرسائل بتتكلم على إنه ما تظلمش، ولأنه لأنك ظلمت الفقير وظلمت الأرملة وظلمت اليتيم، عشان كده في عقاب إلهي. الحاجة الأهم بقى من ضمن الحاجات اللي قدموها البشرية هي أنه أعلنوا بروح النبوة عن مجيء الله، الله سيأتي، سواء في مجيئه الأول أو في مجيئه الثاني، وقدموا الأفكار دي، قدموا الإعلانات دي لدرجة أنه حددوا المكان والزمان والقرية والشكل اللي يولد به والطريقة المعجزية اللي يولد بها، أنه يولد من عذراء. والنبوة بتاعتهم مش بس قالت كده، لكن تكلمت على مجيئه الثاني كملك عظيم وكجبار وكمخلص، قدمته في صورة العبد المتألم اللي هيرفع خطايا البشر من خلال انه يسكب نفسه للموت، من خلال ان الله يضعه في محل الدينونة ويحكم عليه بالعقاب، وانه يساق كشاه للذبح زي ما شفنا في أشعياء، لكن يقول عنه في نفس الوقت وعبد البار بمعرفته يبرر الكثيرين وأثامهم هو يحملها. يقول عنه أنه من أجل ذلك، من أجل المقطع، أقسم له بين الأعزاء، بين الناس الشرفاء. يتكلم عنه أنه سيرتفع إلى السماء ويجلس عن يمين الآب، قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فالنبوات العهد القديم قدمت نبوات كثيرة جدا عن شخص المسيح للمجد، سواء في مجيئه الأول وتجسده واتضاعه وسلوكه كعبد الرب المتألم اللي هيحمل أثام الكثيرين ويذهب بها إلى الصليب، وقدمته أيضا في مجيئه الثاني في عظمة ومجد وملك وجبروت، وأنه يحطم أعدائه. فدي معالم الرسالة النبوية اللي تميزت بيها رسالة أنبياء العهد القديم عن كل ما جاء في كل الحضارات الشرقية في الوقت ده. فده اللي بنقوله قدموا لنا إيه أو قدموا للبشرية. الوظائف الأساسية أو الرئيسية لأنبياء العهد القديم، إيه دورهم في المجتمع؟ وبرضه زي ما كنت بتكلم مرة فاتت، مش هينفع أبدا أتعامل مع نبوات العهد القديم وأنا بغفل الواقع التاريخي والحضاري والإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بتاع العهد القديم. عشان كده خطورة اني اخد ايات العهد القديم
وألبسها ستايل مسيحي وستايل بتاع القرن العشرين مش هيتفهم، القرن 21 مش هيتفهم، هنفقد المعنى الأساسي. أي نعم في حاجات ممكن تفهم المعنى كويس ونطبق المضمون، نطبقه على الوقت الحالي، زي مثلا ما بشوف أن الله يبغض الشرور معينة، الله ما بيتغيرش في الأمر ده، فالنهارده بقول أنه لا، ما ينفعش مثلا أغدر، ما ينفعش أن أنا أمارس الأمر الفلاني، ما ينفعش أن أنا أسرق. لكن لما الله يقول ليشوع أنه تدور حوالين أسوار أريحة، أسوارها تقع، مش هينفع النهارده أجي مثلا ألف حوالين الهرم في مصر مثلا، ولا أجي حوالين السي إن تاور في تورونتو وألف وأقول هنهتف عشان السي إن تاور يقع أو عشان الهرم يقع. ده كلام مش مظبوط، كلام مش منطقي. ليه؟ لأنه دي حاجة ليها علاقة بواقع تاريخي وسياسي وأرضي وحضاري، وحاجة ليها علاقة بالشعب هو داخل أرض الموعد، مختلف تماما عن النهاردة وجودنا. مش هينفع أخد كل نبوات العهد القديم وأقول عليها إن هي بتتكلم على الكنيسة، لأنه في حاجات كتيرة يعني هي أصلا ما اتكلمتش على الكنيسة. بعض الناس بتحب تقول أي، لو أول ما تلاقي كلمة أورشليم شالها وحط الكنيسة، فبقول لك دي طريقة يعني مش منطقية، لأنه الكلام ده مرتبط بحضارة، مرتبط بظروف تاريخية وظروف سياسية واقتصادية وروحية كانت موجودة في هذا الزمن. طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه الوظائف الرئيسية بتاعت هؤلاء الأنبياء في مجتمعهم في الوقت ده. أول حاجة بنشوف أنه النبي ده كان له دور أنه وسيط بين الله والناس، فهو the spokesman of God، المتحدث الرسمي باسم الله، عشان كده هو يحمل رسالة إلى العالم، إلى الناس. اتقال على على إبراهيم أنه لما أخطأ، لما غلط وخلى، قال أنه سارة هي مراته، هي أخته، لما كان فرعون هياخدها، ومرة تانية لما كان أبي مالك هياخدها، فالرب بيظهر له ويقول له ارجع وكده، فخاف، قال له تقول له انه على انه الراجل ده نبي فيصلي لاجلك فتحيا، فطلب رجع بكل خوف، رجع مراته بيقول له لا يعني ليه عملت كده، صلي من اجلي، الله قال لي انك تصلي من اجلي عشان احيا. هو النبي بيتكلم بكلمه الله، فبيحمل الرساله اللي بتوجه، اللي بتشير، اللي بتعدل، اللي بتوبخ، اللي بتعدل السلوك ده لو سمعوا الكلام. فمثلا بشوف ازاي مع الملوك بقى بدا يظهر دور النبي بشكل مميز جدا، بالاخص صمويل، ازاي وجه شاول، وازاي بعد ما شاول عصى صمويل جاي بيقول له رساله قاسيه من الله، ان الله خلاص فرقك، نزع عنك المملكه. وتشوف ازاي شاول العناد بتاعه في الوقت ده مش انه يندم على الامر، يقول له طب ارجع معايا بس ايه اكرمني قدام الشعب، مهموش انه الله شال المملكه منه، مهموش الحاجات دي، لا انا عايزك تقف قدام الشعب، يعني تحط لي برستيج قدام الشعب. بنشوف ازاي داود لما بيغلط ويجي صوت النبي يوجهه ويوبخه يتوب ويرجع، لما يتعرض عليه عقاب من الرب عن طريق جاد النبي، لما داود في اخر ايامه او قبل الاخر احصى الشعب، ضربوا قلبه واحصى الشعب، عدوهم، عمل تعداد، مع ان الرب قال له ما تعملش كده، اذا لما يقول الرب، فقال له في ثلاث اختيارات، تحب ايه؟ قال له اقع في يد الرب خير لي من اني اقع في يد اعدائي او يد الانسان. فالمتحدث الرسمي باسم الرب جايب رساله، مرات يوجه الشعب، مرات يوجه الملك، مرات يوجه الكهنه، ويقول رساله الرب. الحاجة التانية، الراجل ده أو النبي ده كان عامل زي الميزان الحساس أو الترمومتر الإلهي في المجتمع، فبيقيس إيه السلوك بتاع الناس دي، بيعملوا إيه، وبناء عليه يواجه الخطية، يواجه الشر الموجود في المجتمع.
دور آخر، وده من اللي بيتميز بيه العهد القديم، هو الإخبار بالأمور المستقبلية. وده زي ما قلنا المرة اللي فاتت يختلف كل الاختلاف عن العرافة أو الدجل أو البخت. هنا الشخص ده مش بيتكلم من نفسه، ده الله بيبعت رسالة بيقول لهم على حاجات هتحصل في المستقبل. شفنا أنه أحد علامات النبي أنه لما بيقول حاجة في الزمن القريب بتتحقق، لو بتتأكد أنه ده نبي. بناء عليه اللي بيقول النبي ده في الزمن البعيد اللي ممكن ياخد مئات السنين أو آلاف السنين بعدنا، يبقى هيتحقق بكل تأكيد، زي ما أشعيا قال على ميلاد المسيح من عذراء 700 سنة قبل المسيح، ورسالة غريبة جدا مستحيل حد يعني تيجي في باله، يعني إيه عذراء هتحمل، لكن اتحققت بالحرف اتحققت. زي ما كنا بنتكلم مرة فاتت، قلت انه النبوة لها خطين، في خط الاخبار وفي خط التنبؤ. وان الاخبار ان هو بيتكلم بكلمة الرب اللي سبق واعلنها عشان يواجه بيها الشعب، سواء يقدم رسالته يشجعهم يعزيهم يطيب خاطرهم او يوبخهم او يقول لهم على دينونة. الجانب الثاني هو التنبؤ، انه يتكلم على حاجة هتحصل في المستقبل. فالاخبار ده دايما هو بيواجه الموقف من خلال الشريعة، من خلال كلمة الرب. اما التنبؤ فبيتعامل مع حاجة في المستقبل. في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن حاجة في المستقبل هتلاقيه ما بيخرجش عن السياق اللي هو فيه. يعني حتى هو بيتكلم مثلا عن السبي وعن الحالة اللي كانت فيها الشعب وازاي الأمة كلها بتغلط، هو بيتكلم على الأمور المستقبلية، بتحسه كأنه بيغزل الكلام بتاع المستقبل بكلام متعلق باللي هو فيه بالواقع بتاعه. زي مثلا لما شوف أرميا وهو بيتكلم على أنه وعد الرب بأنه هيجي يرحمهم تاني، فيقول لهم انه اجمعكم من الاراضي اللي شتتكم ليها، فيحمل في نفس الوقت رساله رجاء بالعوده للشعب في الزمن القريب اللي هي بعد 70 سنه، عشان كده فعلا رجعوا بعد 70 سنه. لكن تلاقي الكلمات بتاعته تبتدي تاخد بعد بعيد قوي في الايام الازمنه غالبا الازمنه الاخيره، لما يقول لهم بس هعمل حاجه تانية معاكم واغير قلبكم واغير فكركم واعطيكم روح جديده وتبقوا معايا وتبقوا بتطيعوني من كل قلبكم. نفس الكلام قال موسى في سفر التثنيه صح 30. الحقيقه لما الشعب رجع ولغايه النهارده هو ما خدش ابدا تغيير قلب، هو بيحاول يجتهد ان يكون بيحفظ القوميه بتاعته ويحفظ الطريقه والروتين بتاعه، لكن هو ما خدش لسه القلب الجديد. فهل يا ترى كان كلام أرميا ده كلام غلط؟ لا مش كلام غلط، بس بيتكلم على حاجة في المستقبل. نفس الكلام يبتدي حزقيال يخاطب الواقع بتاعه ويقول لهم على حاجات هتحصل شكلها تحصل في القريب ولها كمان جواها حاجات تحصل في الزمن البعيد. عشان كده بنقول انه الرسالة حتى وهي بتتكلم على الأمور المستقبلية البعيدة لم تغفل الواقع بتاعها اللي كانت موجودة فيه. أرجو لو في أي أسئلة من فضلكم وقفوني واسألوني براحتكم. نتنقل لنقطة تانية هي علاقة النبوة والتوراة. وعارفين التوراة هي الخمس أسفار الأولى، ودي أساس، يعني التوراة دي هي الأساس بتاع وجود إسرائيل، أساس الكيان بتاع هذا الشعب القديم. برضو بكرر أنا بتكلم إسرائيل مش بتكلم سياسة، بتكلم على العهد القديم. ده العهد اللي حصل مع موسى والشعب علشان يدخلوا في هذه المرحلة الجديدة، وبناء على العهد ده بقى في عنده خمس أصفار مهمين. الأصفار دي الركيزة الأساسية بقى. مش معنى كده انه ما جاء بعدها
مش أساسي. لا، هنا بقى نبتدي نشوف دور النبي، إنه الرسائل اللي بدأ يقولها متوافقة تماما ومتماشية مع التوراة، لأن التوراة دي أساسه هو. لكن النبي بدأ يقول كلام جديد، بدأ يحصل نمو سواء في المجتمع، في العدد، في السلوك، بدأ يحصل نمو في الفهم اللاهوتي والإدراك الإلهي، بدأ يحصل كلمات جديدة بتتقال بتخاطب واقع بتاعهم، زي مثلا ظهور صمويل النبي. صمويل كلامه في حد ذاته جديد، لكن كلامه تحسه أنه نابع من التوراة، مش بيختلف أبدا عن التوراة. وهلما جرى كل الأنبياء اللي جم بعد كده بيتكلموا على حاجات جديدة، تنبأوا عن حاجات جديدة، وسعوا الدائرة بتاعت الرؤية إلى حتى وصلوا إلى نهاية الزمن، لكن الكلام بتاعهم ما بيتناقضش أبدا مع التوراة، موافق تماما للتوراة، رغم أنه وسعوا دائرة، اشتغلوا أكتر وقالوا كلمات أكتر. عشان كده بدأ يبقى عندي إعلان أكبر، بدل ما كانوا 5 أصفار بقى عندنا 37 صفر. هل الكلام ده معناه أنه بقت التوراة موضة قديمة؟ لا، التوراة هي اللب أو هي الجدر الأساسي اللي بيحصل منه التشعبات أو الثمار اللي طالعة من خلال الأنبياء. فما نقضوش، لكن قالوا وطوروا الفكر اللاهوتي، وسعوا الرؤية، أصبحت الموضوع فيه نضج أكتر، فيه تفاصيل أكتر، فيه إعلانات جديدة بتتكلم على مثلا على النسل اللي بدأ من زمان الله يتكلم عنه في سفر التكوين، وإبراهيم اتوعد به في العهد بتاعه، لكن هذا الشيء من إيه النسل ده؟ نبتدي نشوف عن نسل المرأة لما يتكلم عنه أشعياء، ولما يتوعد لداود بأنه من نسلك أقيم على كرسيك، وأشعياء يتكلم على أنه نعطى ابنا ويولد لنا ولد، وهذا الولد سيولد من العذراء. فيبتدي الأنبياء يفتحوا أكتر ويكبروا أكتر ويعملوا amplification وتوسيع وديفلوبمنت للفكرة الأساسية اللي كانت موجودة جوه التوراة. زي بالظبط لو بقول إن أنا عندي زرعة صغيرة جبتها شتلة صغيرة بدأ تحصل لها فروع وتكبر وتكبر لغاية ما بقت شجرة. الأساس هو التوراة، لكن الحاجات اللي زادت من خلال رسالة الأنبياء حاجات جديدة مرتبطة تماما بالتوراة. فالتوراة هي أساسهم، هي اللي بتمثل أساس إسرائيل سواء في ديانة أو كأمة أو كشعب الرب اللي كان موجود في العهد القديم. بالإضافة لأنه شخصية الأنبياء وتكوين الأنبياء بيعتمد أساساً على أنه النبي ده يكون دارس للشريعة، دارس لكلمة الله. فجزء من تكوين النبي هو أنه الله بياخده، و لما عملوا فكرة مدارس الأنبياء كان أساس الموضوع كله هو يعني إيه يحفظوا الكلمة، يعني إيه يلهجوا في الكلمة، يعني إيه فكره يبقى مشبع بكلمة الله اللي موجودة في العهد القديم. يمكن من ضمن الحاجات اللي نشوفها في زمن حديث نسبيا، لما شفنا مثلا مخطوطات وادي قمران وطلعت للنور، اتضح إنه كان في جماعات بتعيش مع بعض، والجماعات دي رغم انها عايشه في الصحراء في كهف، الا انه اهم حاجه كانت عندها هي كلمه الله. لقوا مكتبه كبيره فيها اسفار العهد القديم، معظمها فيها كتب اخرى، فيها مخطوطات كتيره. كل ده بيفهمنا انه الناس دي كان اهم حاجه عندها هي كلمه الله. انا مش عم بقول انه اللي كانوا عايشين في وادي قمران دول انبياء، لكن بقول انه الجماعات الأسينية دي اللي هي المتصوفين اليهود أو كانوا فيهم زي حركة زي الرهبانة شوية، الناس دي كان أساس الموضوع عنده هي حفظ كلمة الله. وده اللي بنكرره كتير، بقول خلي بالنا لما يجي حد يتكلم ويقول لك أنا نبي أو أنا مش عارف إيه، النبوة ما بتخرجش عن كلمة ربنا، ودي حاجة مهمة قوي. النبوة ما تخرجش أبدا عن كلمة الله. ها
قبل ما تنقل النقطة دي، في أي سؤال في اللي فات أو في أي تعليق في اللي فات؟ أوكي، هنروح مع بعض جولة ونشوف إزاي العصور الرئيسية في الكتاب في العهد القديم، وإزاي شكل النبوة بدأ يتطور، بدأ يظهر. الكلام بتاع النبوة ده very specific، يعني دقيق جدا، و يعني مش متداول كتير، فعشان كده أنا مش فيه بالراحة، ولو في أي حد محتاج يسأل أي سؤال من فضلكم ما تترددوش. لو فحصنا كده بعين مجردة وبدينا نروح للعهد القديم ونحاول نشوف إزاي النبوة بدأت تظهر، هقسم الكتاب إلى عدة تقسيمات. هقسم العصر كل أو يعني قصدي عصر أو العصور اللي كانت موجودة في العهد القديم هقسمها أجزاء. الجزء الأول هشوف من أول التكوين لغاية ظهور الآباء أو ما قبل الآباء، هسميها فترة ما قبل الآباء، اللي هي تقريبا 11 إصحاح الأولى في سفر التكوين. دي فترة الواحدة. فترة تانية هسميها فترة الآباء اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول الآباء لغاية لما نخرج من أرض مصر. الفترة الثالثة هي من استلام الشريعة لغاية بداية ظهور الملكية أو المملكة في عصر شاول وداود. الفترة الرابعة أقدر أحددها من بداية ظهور العيلة المالكة بتاعة داود إلى فترة وقوع السبي البابلي. الفترة الخامسة هي السبي وما بعد السبي والعودة من السبي. خمس فترات كده كبار أو خمس حقب كبار أقدر أشوف فيهم إزاي النبوة بدأت تاخد شكلها وتتبلور وتظهر وتحصل لها نمو. ما قبل الآباء، من الآباء لغاية الشريعة، من الشريعة لغاية الملكية، من الملكية لغاية السبي البابلي، وفترة السبي وما بعد السبي. تعالوا نشوفوا في كل عصر من دول كانت إيه شكل النبوة. لو مسكت الفترة الأولى اللي هي فترة ما قبل الآباء، أبص ألاقي ما كانش عندي نبوة بالمفهوم المتعارف عليه، إنه في شخص بيتكلم بكلام الله، ما كانش عندي ده. لكن لو قلت إنه الرسالة النبوية هي كلمات الله، ألاقي إنه الله كان بيتكلم مع الإنسان، تكلم مع آدم، مع حواء، مع نوح، مع متشالح، مع أخنوخ، كان في حوار 101، الله يتكلم إلى الناس. لسه ما خدناش الشكل الكبير بتاع أو الشكل النهائي بتاع النبوة، ففي حوار شخصي، عشان كده أقول إنه كانت، لو أنا وأنا بقصد بنبوة هي كلمات الله، فكان في كلمات من الله بشكل فردي جدا وشخصي إلى أشخاص، زي مثلا الله يظهر أو يعني يكلم نوح يقول له ابني فلك عشان هنزل طوفان وهدمر العالم. دي رسالة الله يتكلم إلى شخص. يمكن المقطع الوحيد اللي أعتبره كأنه نبوة، أو أعتبره النبوة بتتكلم على حاجة جاية وتقال بشكل بسيط خالص، هو وعد الرب بالمخلص اللي هيجي من نسل المرأة اللي موجود في تكوين 3:15، اللي بيقول حواء أضع عداوة، بيقول للحي أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب. ده يمكن النص الوحيد اللي أعتبره بيحمل شكل نبوة، واللي قال الكلام ده هو الله بنفسه، ما قالوش عن طريق نبي. فالفترة الأولى اللي هي من فترة ما قبل الآباء تتميز بأنه الرسالة عبارة عن أن الله بيكلم الناس بشكل فردي، بعض الأشخاص. الفترة الثانية اللي هي فترة الآباء بتستمر نفس الفكرة، حوار شخصي بين الله
بس بين الله وبين بعض الأفراد زي إبراهيم وبعديه إسحاق وبعديه يعقوب. ده الحوار اللي كان بيدور من الله إلى الناس. وبعدين اتطورت في سورة وعود وعهد يضمن تحقيق هذه الوعود مرتبط بمستقبل بعض الناس اللي هو اختارهم، إبراهيم إسحاق يعقوب. فمن هنا تبتدي شوية الفكرة تتطور إلى أنها تصبح وعود تتعلق بمستقبل الأباء دول إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم طبعا من خلال عهد اللي هو العهد الإبراهيمي. الحوارات دي عملت زي نقطة لبداية تاريخ الأمة اللي هي أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولاهوت هذا الشعب القديم. لأنه لو تاخدوا بالكم لما جينا نقول الناموس أو الكتاب المقدس العهد القديم بدأ يكتب إزاي، بنقول أنه لما موسى أخذ الناموس هذه النقطة البداية، أخذ الناموس من الله. لما بعد كده حب يكتب رجع فلاش باك لورا عشان يقول لهم إحنا مين وإيه أصولنا وفين التعامل الإلهي اللي أوجدنا. فلما أخذ وقت كبير يتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف يقول لهم آدي الأساس. الله لما كلم أبائنا، الله لما حط الأساس مع أبائنا، ده اللي بيقوله كتب عبرانيين. الله بعد ما كلم الأباء والأنبياء بطرق وأنواع مختلفة، فبداية القول، بداية ظهور أو العلاقة بين الله وبين هذا الشعب جاية من هنا، من الحوار الشخصي اللي دار بين الله وإبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب. عشان كده بقول إن الحوارات دي شكلت نقطة بداية جديدة، نقطة بداية هامة جدا بيبدأ فيها تاريخ الشعب، بيبدأ فيها لاهوت الشعب ده أو يعني علاقته بالله وفهمه بالله، وبيبدأ منها إن الله يرسم مستقبل ومصير هذا الشعب. فدي نقطة البداية، الحوارات الشخصية مع إبراهيم وإسحاق يعقوب. ونلاحظ إنه الحوارات الشخصية دي والكلام والعهد اللي اتكرر وراح الله عمله تاني مع إسحاق وقاله تاني ليعقوب، الموضوع متعلق بأربع نقاط أساسية: النسل، الأرض، البركة، والعلاقة بين الله وبينهم. الأربع نقاط الأساسية دول مهمين جدا لأن دول بيحددوا حياة هذا الشعب اللي جاي من إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من الأربع نقاط الأساسية دول هيبتدي يحصل إن الشجرة بتاعتنا تفرع تفرع تفرع. هنبتدي نشوف بعد شوية فكرة النسل ده عمالة تتكرر وعمالة تظهر. إبراهيم عايز نسل، فيقول له هجيب لك نسل، والنسل ده موعود بيه، والنسل ده معجزي. وإسحاق نفس الفكرة عايز نسل، فيجيب له النسل ويطلع فيه اتنين. هتختار مين؟ روح واخد الضعيف ده يعقوب، ويعقوب يحاول يلعب ويبقى لئيم، الله يجيبه في حتة معينة ويحافظ على النسل ويمشي الموضوع. يهوذا ابنين من ولاده يموتوا والبنت أو الست ما تحملش ومش راضي يديها الابن الثالث، فتخدعه وتنام معاه علشان تجيب نسل. الناس تيجي في حتة عند أريحة وتبص تلاقي في واحدة دخلت من أريحة وتصبح واحدة من الشعب وتجيب نسل. الناس ليجي عند رعوس وكان هيتقطع وكان هيضيع، وتدخل رعوس المؤابية عشان تقيم نسل من بوعز ويطلع يظهر لي يسى ثم داود. ونكتشف بعد سلسلة طويلة من الحكاية، اكتشف في العهد الجديد ازاي الله كان ينسج خيوط هذا النسل ويحافظ عليه عشان يجي منه المسيح. اشوف فكرة الارض سواء في الوعد،
في انه ابراهيم يعيش ويتغادر في الارض، ويقولوا هرجعهم تاني الارض دي، في دخول الشعب للارض، في احتلاله للارض، في محارباته في الارض، في انه داود يبلغ باسرائيل اكبر مساحه استطاع اسرائيل ان تحصل عليها كان في وقت داود، اقترب بشكل كبير من ما من الحدود اللي قالها الله، لكن ما وصلهاش بالكامل. اشوف فكره الارض دي انه فكره التغرب عن الارض ثم العوده الى الارض، حتى الوعود بتاعت الانبياء بتتكلم على الارض، فمحتاج افهم ازاي ده بيكبر وازاي ده بيطلع. اتكلم عن البركه، ولاقي فكره البركه دي شغاله معايا لغايه النهايه. اتكلم عن العلاقه، وابص الاقي في سفر ارميا وفي حزقيال اتكلم على نوع جديد من العلاقه اللي مش هتتكسر. ليه؟ لانه انتوا كنتوا بتحاولوا تعبدوني من بره، لكن انا المره دي هغير القلب، فيبقى من جوه قلبك هتعرف تعبدني. ده اللي قاله موسى في اصحاح 30 في تثنيه، يختن الرب لك قلبك فتحب الرب الهك من كل قلبك وكل فكرك من كل قوتك. شايفين ازاي الموضوعات النقط الاساسيه اللي كانت موجوده في العهد الابراهيمي يحصل منها التفريعات، وكانك بتطلع بشجره كده وفروع كتير وثمار كتير واشكال كتيره، لكن الجذر واحد والفكره الاساسيه موجوده في نقطه البدايه. تميزت الفتره دي النبوه خدت شكل، لو حبيت بقى يعني طبعا انا اتكلمت عن حاجات عماله تكبر، لكن لو حبيت اخد الكلمات الصريحه واقول فين شكل النبوه كان موجود، الاقي النبوه خدت شكل جديد، انه الاباء بيباركوا ابنائهم، وهما بيباركوا ابنائهم كانهم بينطقوا بنبوه عن مستقبل الاولاد دول. لو تاخدوا بالكم، ابراهيم بارك اسحاق، واسحاق بارك يعقوب، يعقوب لما جه بارك ولاده، الكتاب المقدس فرد تقريبا اصحاح كامل، اصحاح 49 في تكوين، يعقوب بيتكلم بالبركه لكل واحد من ولاده، بس لما تقرا النص تكتشف كانه بيتنبأ بيشوف ولاده شكلهم ايه في المستقبل. من اجمل الاجزاء في اصحاح 10 لما بيتكلم عن يهوذا ابنه، ويختم كلامه عن يهوذا يقول كده: لا يزول قضيب من يهوذا، قضيب اللي هو السولجان الملك، ومشترع من بين رجليه، يعني ما يبطلش يكون في شخص مشرع او قاضي او حاكم يخرج من بين رجلين يهوذا، حتى ياتي. خدين بالكم انه يهوذا ده هو اللي هيجي منه الملوك، الى ان ياتي شيلون، او في نطق تاني شيلوه، وهقول الفرق بين الاثنين، الذي له يكون خضوع شعوب. هو بيتكلم على ابنه يهوذا، وبيقول انه من يهوذا ده هيفضل يجي شخص يحمل سولجان الملك او القياده، الى ان ياتي شخص اللي هو شيلون او شيلو، وله هيكون خضوع الشعوب. الشخص ده يملك فوق الشعوب كلها. ايه شيلون وايه شيلو؟ شيلون الحقيقه في النص الاصلي، يعني طبعا في المخطوطات القديمة، وجدت كلمة شيلون ووجدت كلمة شيلو، الاثنين قريبين جدا من بعض في الكتابة، اختلاف طفيف جدا، وبعض علماء النقد النصي قالوا انه مش شيلون، هي شيلو. شيلون كلمة قريبة من شالوم، سلام، يأتي شخص يحمل سمة السلام، وهذا الشخص يكون له خضوع الشعوب. كلمة شيلو هي عبارة عن كلمتين بالعبري، شي لو، شي يعني الذي، لو له، حتى يأتي الذي له خضوع الشعوب. سواء ده أو ده مش بنختلف على أي شيء، واضح أنه هنا، ودي كل العلماء وكل المفسرين يهود ومسيحيين يجمعون أن هذه الآية تتكلم عن المسيح الملك، فبتتكلم على شخصية معينة تأتي من سبط يهوذا
هذا الشخص هيكون ملك ويكون له خضوع الشعوب. أولا أنا مش بتكلم على ملك ألفي، بتكلم على شخصية المسيح، سواء كنا بنؤمن ملك ألفي أو ما بنؤمنش، مش هو القضية. أنا بتكلم على شكل النبوة اللي بتتكلم على إنه في واحد من يهوذا جاي هيملك ويكون له خضوع الشعوب. الإطار اللي اتقدمت فيه كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعقوب بيتنبأ ببركة على أولاده، بيبارك أولاده. فقصاد كل ولد من أولاده راح قايل كلمات، والكلمات دي كأنه بيباركهم، لكن الكلمات بتحمل في شكلها طابع أو شكل نبوي. عشان دي كده الفترة بتاعت الآباء، أدي شكل النبوة في فترة الآباء. الفترة الثالثة هي فترة ما بين نزول الناموس وحتى بداية المملكة. اللي بيميز الفترة دي في بدايتها هي الله طبعا خرجهم من أرض مصر بمعجزة كبيرة، وبيبتدي يقدم الشريعة، بيبتدي يدخل معاهم في العهد الموسوي. ده الحدث المهم اللي بيعتبر كأنه نقطة بداية كتابة العهد القديم في جبل سيناء في خروج 19. النبوة في الفترة دي بدأت تتطور بشكل كبير، وبدأت تتناسب وتتوافق مع العهد اللي اتعمل الجديد، اللي هو العهد بتاع الناموس أو العهد الموسوي. فبدأت النبوة هنا تتكيف وتتوافق مع مفردات ونصوص هذا العهد. يبان ده عندي في كلام موسى، وبالأخص في سفر التثنية. وموسى في سفر التثنية هيعمل نفس اللي عمله يعقوب لما بارك أولاده. موسى هيبارك الأسباط بشكل نبوي جميل زي كده، لكن طبعا عارفين أن موسى كان نبي. موسى كان من أعظم الأنبياء، وكان هو رجل الكليم الله. والراجل ده بدأ يتكلم وقال نبوات، وقال لهم على حاجات كتيرة هتحصل. لكن وهو بيتكلم هنا هبص لاقي أنه كلامه جه متوافق مع نصوص العهد الموسوي، وأيضا كلامه أصبح جزء من التوراة، نبوته أصبحت جزء من التوراة. مش كده بنقول أنه النبوة ما بتخرجش بره كلمة الله. مع تطور الوقت بعد ما موسى مات وبعد ما دخلوا أرض الموعد، وكان بيحصل فترات من النهضة والوقوع في سفر القضاء مثلا شوفنا كده. ولما قام صموئيل كأحد الأنبياء العلامات البارزة في التاريخ بعد موسى، نبص لقى الفترة دي امتازت ان هي النبوات او الأنبياء اللي اتكلموا خطبوا الشعب، خطبوا الملوك، خطبوا القادة، خطبوا الكهنة بكلمات طالعة من الشريعة، بيقيس على الشريعة بيقول له انت أخطأت. زي مثلا لما الرب بعت كلمته مع موسى مع صموئيل الى علي الكاهن وقال له ايه القضاء اللي جاي على بيتك. بناء عليه الله قدم الرساله دي، لانه لما اتقاس علي واتقاس ولاده بمعيار الشريعه وجدوا ان هم ايه خطاه ويستوجبوا حكم الدين. لما هيتكلم مع شاول ويشاول يخطئ، الدينونة جاية ليه؟ جاية لأنك أنت ما مشيتش بحسب نص التوراة، بحسب نص الكلام الله، عشان كده في دينونة عليه. فبنشوف إنه في الفترة دي بدأت تظهر أساساً الشريعة، وبناء على الشريعة الكلمات النبوية ارتبطت بشكل كبير بيها وبمفرداتها. نيجي للفترة بعد كده من أول المملكة حتى السبي البابلي، وهي دي الفترة اللي كان فيها بقى إيه؟ زخم وحركة كبيرة من الأنبياء ورسائل النبوية. في أول الفترة مع وجود داود بالذات، كان دور النبي عبارة عن أنه مصاحب للملك ومرشد للملك وبيوجه الملك. والجميل قوي أنه شخصية داود بالذات هو يمكن الملك الوحيد اللي كان accountable لنبي. يعني لما النبي يقول له انت الرجل اللي غلط،
يقول له اه انا غلطت، ويقف قدام ربنا ويبكي ويعيط ويتوب. الملوك اللي جم بعد كده ما سلكوش زي داود ابوه. داود كان مميز جدا في الحته دي. فدول الانبياء في الفتره دي كان عباره عن الصوت اللي بيرشد الملك ويوجهه. شفنا صمويل، دول ثلاث اسماء مشهورين في الفتره دي، صمويل، جاد الرائي، ونسان النبي. كلمه الرائي هو الشخص اللي بيرى، عشان كده كان ده احد الاسامي القديمه اللي بتطلق على النبي. في الفتره دي ظهر معايا العهد الداودي، اللي هي لما شفناها في صمويل الثاني اصحاح 7، لما داود كان عايز يبني بيت للرب، والرب بعت له نسان النبي بيقول له مش انت اللي هتبني بيت، انا هبني لك بيت. شفنا كلمه بيت في العبري بتعني اما منزل او بتعني سلاله ملكيه او سلاله عيله. فبيقول له لا، ده انا اللي هبني لك بيت، وانا هخلي من الناس تجلس على كرسيك الى الابد. فمن هنا حصل نقطة جديدة بتضاف في التاريخ أو في نمو أحداث العهد القديم، هي وجود عهد ينص على إن الله منح هذه البركة وهذا العهد الإلهي بدون شرط، إنه الله سيتكفل بأن يقيم من أبناء داود أو من سلسلة نسب داود شخصية هتجلس على كرسي داود ويكون ملكه إلى الأبد. رغم ان النبوه في حد ذاتها اخذت جواها حاجتين، اخذت جواها شكل انه بيتكلم على النسل الارضي الحقيقي، ولاده واحفاده واللي هيجي وراه، وقال له لا بتعوج او ادبه، لكني مش هنزع رحمتي عنه. لكن بيجي في النص يحط كلمه هي اللي بتخليني اقف قدامها، يعني واقفه ما ينفعش اعديها، كلمة إلى الأبد. فبيتكلم في نفس الوقت على أنه بيتكلم على أنه أحط من نسلك على كرسيك، لكن النسل في نفس الوقت ما بينه يتكلم عنه جمع، يقصد بيه شخصية مفردة ويقصد بيه ابن داود الحقيقي اللي جاي، اللي هو المسيح الملك. ده اللي شكل الرجاء المسياني عند الأمة اليهودية، منتظرين ابن داود. فمن هنا بنقول أنه في نقطة بتتكلم على حدث هيشكل حدث مستقبلي ويشكل تاريخ مستقبلي لهذا الأم. العهد الداودي كمان مش بس بيتكلم على المستقبل، لكن العهد الداودي خلى انه داود ده يصبح المعيار الاساسي اللي بيقاس عليه الملوك. فلما يجي مثلا في سفر الملوك يتكلم على الملوك اللي ملكوا على الشعب، يقول لك ولم يفعل الصالح زي داود أبي، أو فعل الصالح مثل داود. فيصبح داود ده المعيار اللي بيقيس عليه الأنبياء، بيقيسوا عليه سلوك وطريقة حكم الملوك، هل اتبع الصالح زي داود أبوه أو لا. فبقى ده نقطة تقييم. الوقت بتاع المملكه المنقسمه ده، او المملكه من ساعه داود لغايه بعد كده، او من سليمان لغايه بعد كده لغايه قبل السبت، بنشوف انه مع انقسام المملكه بدا يبقى في عندي انبياء كتير 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 ورسائل كتيره جدا. ليه؟ لانه الله باعت كل ما يمكن من كلام علشان الناس ترجع. وهو بيغلطوا في حركه من التمرد كتيره، في كسر وصايا، في مملكة الشمال بتبهدل الدنيا، كل ده احتاج ان الله يحذر يحذر يحذر. فبدأ يبقى في زخم في حركة الأنبياء في الفترة دي، بهدف انه يسترجعوا الناس ويفوقوا الناس تاني ترجع للرب، لكن للأسف ما وفقوش، ما سمعوش الكلام. المواجهة حصلت بانه واحد، انتوا خنتوا اول وصية وتاني وصية. أول وصية أن أنتوا ما عبدتوش الرب وحده، عملتوا آلهة أخرى، وبالتالي لم تعرف أنك تحب قريبك كنفسك، فظلمت أخوك وظلمت اللي معاك في المجتمع. نفتكر كويس قوي الوصية بتاعت اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. طب أنت عملت إيه؟ لأ، أنتوا عملتوا آلهة أخرى، رحتوا لشعوب أخرى، مارستوا كل
اخطاء. ليه؟ لانك كسرت الخضوع بتاعك لاول وصيه انه تخضع للرب وحده. عشان كده رحت في كل سكه بقى، عملت كل بقيه كسرت كل بقيه العشر وصايا. لذلك فالامه مستوجبه العقاب ولعنه الناموس. يرجع بقى لصفحه العقوبات في الاول، بيقول له انت كسرت القانون، وده معناه ان هنروح للعقوبات. العقوبات بتقول ايه؟ في لعنات الناموس، في تاديبات جايه. اقصى تاديب هو السبي. عشان كده وصل الشعب انه يحكم على نفسه بانه مستوجب لاقصى تاديب، انه يسبى من ارضه، والعقاب جاي لا محاله. عشان كده كانت رساله ارميا بعد ما الرب في خلال قرنين او اكتر يبعت انبياء يتكلموا في الشمال وفي الجنوب، محدش سمع كلام، محدش سمع كلام. في النهايه يقول خلاص جه وقت العقاب الشديد، الشمال تتمسح وتسبى، والجنوب هيسبى 70 سنة ويرجع تاني. فكانت رسالة غريبة جدا على الناس، لكن الرسالة دي موجودة في التوراة، موجودة في الناموس، لكن محدش رجع لها. وبينما بيقدم العقاب واللعنة والتأديب، برضو زي ما بيقول بيقدم معاه في النهاية لمحة مفرحة ولمحة فيها أمل، هي وعد بالرحمة والخلاص. في أواخر هذه الفترة الرب بيانتروديوس أو بيدخل لأول مرة عهد تاني، العهد الجديد. بيقول لهم بعد كده هعمل معاكم عهد جديد، بيقول لهم ها أيام تأتي، إذا لسه جاي، هعمل معاكم عهد جديد. العهد الجديد ده إيه؟ 1 2 3 غير قلبكم، أعطيكم روح القدس، يحصل ريجينريشن جواكم، أرش عليكم ماء طهارة فتطهرون، أشيل القلب الحجر وأحط قلب لحم حي، خلي شريعتي جوه قلوبكم، تعبدوني بكل قلوبكم، أنا إلهكم وأنتم شعبي. ده اللي فشل فيه الشعب القديم، لأنه كان الناموس براه. أما لما يحصل تجديد فإيه؟ بتدخل شريعة الرب جوه قلوبنا، فبنحب الرب اللي إحنا بنكون. العهد الجديد قدم لمحة أو قدم وعد بالتدخل المعجزي الإلهي إنه يحصل تغيير في قلب الأمة، سواء على المستوى الفردي وأيضا على المستوى الجماعي، فيرجعوا تاني للرب. فمن هنا بنشوف إنه رجاء المستقبل، رجاء في اللي جاي، إنه يكون مستقبل خير، بيعتمد على وجود ابن داود وعلى التغيير اللي هيحصل بناء على العهد الجديد. فالنبوة تطورت معايا هنا وقالت لي في رجاء. الرجاء ازاي؟ مش اني اشتغل بالقديم، لا، القديم ده اثبت فشل، والشعب ما عرفش يطيع الوصيه. فمحتاج ايه؟ محتاج نعمه جواه، محتاج تغيير الهي جواه، محتاج تاريخ تغيير الهي بره. اللي جوه ده من خلال العهد الجديد، واللي بره من خلال ابن داود المسيح اللي جاي. الفتره الخامسه وهي آخر فترة فيهم أو آخر حقبة فيهم هي السبي وما بعد السبي. في السبي بدأت النبوات تاخد شكل تاني، اتجهت إلى نهاية الأيام، اتجهت إلى الأحداث بتاعة الأند تايمز، الأخرويات. طبعا بيبان قوي عند دانيال، بتبان في سفر حزقيال، بتبان ميلي وزكريا. دول أكبر ثلاث نبوات اتكلمت على الأزمنة اللي جاية أو الأزمنة الأخيرة. بدون الدخول في تفاصيل كتيرة، طبعا عندنا دانيال ونبوة 70 أسبوع، هي من أخطر النبوات وطبعا أصعبها، وهي الكي بتاع الأند تايمز. يعني عشان نعرف نتكلم عن عقيدة نهاية الأيام، ما نقدرش نغفل أبدا نبوات دانيال ونبوات حزقيال ونبوات زكريا. التلاتة بيقدمونا يعني مفاتيح رئيسية في فهم عقيدة نهاية الأيام. ومن الخطأ جدا أن يعتقد أنه عقيدة نهاية الأيام بيعلمها سفر الرؤية، مش سفر الرؤية بس طبعا، لأن يعني سفر الرؤية هو أحد الأسفار الرئيسية، لكن نبوات العهد القديم هي جزء لا يتجزأ من فهمنا. أو لو حابب أدرس
نهاية الأيام أو الإسكاتولوجي الآن تايمز، لابد أني أدرس نبوات العهد القديم. ما ينفعش أنط مرة واحدة على رؤية شغل حاجة ورغبة كلها كل حاجة. رؤية صعوبته أنه رؤية هو المحطة النهائية بتاعت كل الخطوط. فلو دخلت مرة واحدة على المحطة النهائية الخطوط كلها مشبكة، مش هتعرف تفهم منها حاجة. إخفاء الغفلة أو إن إحنا نهمل دراسة نبوات العهد القديم، لا سيما دانيال وحزقيال وزكريا وإشعياء طبعا، مش هنفهم حاجة من مش هنعرف نوصل لحاجة صحيحة في عقيدة نهاية الأيام. دانيال مينلي في الجزء النص الثاني من سفره هو اللي بيتميز بخيوط نهاية الأيام، واللي اتكلم فيها عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد، وبالأخص اتكلم كتير قوي عن المستقبل البعيد. وواضح ان الرب قال له اختم، ما مش هتفهم الكلام ده، خليه الى ان ياتي وقت عشان الناس تفهم فيه. حزقيال اتكلم عن كده. حجاي وزكريا وملاخي تفاعلوا مع الواقع بتاعهم لما كانوا لسه في موضوع بناء الهيكل بعد العوده من السبي، لكن في لمحات سريعه عند حجاي وفي لمحات سريعه عند ملاخي اتكلم على مجيء المسيح. اما زكريا فخد الموضوع بشكل اكبر، ونبواته وكلامه شاف حاجات كتيره جميله. شاف المسيح في الامه، في دخوله اورشليم، في انه يلطم على وجهه، في انه هيموت، في انه هيجي تاني وهيجي فين، واتكلم على احداث المجيء بشكل كبير وبشكل غريب. اتكلم على عودة الرب انه يتعامل مع الشعب ويتوب الشعب مرة اخرى، ويقول كده ينظرون الي الذي طعنوه وينحون عليه كالنائح على وحيد الله. كل دي حاجات موجودة في النبوة. فالخطوط الرئيسية او معالم الرئيسية بتاعت النبوة في الفترة دي انها خدت توجه ناحية الان تايمز او نهاية الايام. ودي الخدمة او دي الفترة الاخيرة في نبوات العهد القديم، يعني اخر مرحلة في نبوات العهد القديم كانت هي المرحلة دي. الموضوع اللي شغلهم كلهم هو الريستوريشن اوف اسرائيل، استعادة او استرداد او اعمار الامة من جديد. في رؤيتهم وحلمهم بالاسترداد وبالريستوريشن وبالاعمار، خدوا او النبوة بتاخدنا في الحتة دي، تاخدنا الى الامل اللي جاي او الرجاء اللي جاي، اللي مبني على الرجاء المسياني، رجاء بمجيء المسيح وبالارتباط مع التغيير اللي هيحصل جوه قلوبهم. فبص لبعيد وشاف المملكة، شاف الملك، زي مثلا في دانيال لما بيشوف انه رأيت شبه ابن الانسان وقربوه الى قديم الزمان، فأعطي الملك وأعطيت المملكة الى قديس العلي. وشاف الحجر الصغير اللي كبر وبقى جبل كبير ملا كل الارض. كل الكلام ده كله بيتكلم على الرجاء المسياني في العهد القديم. لكن بدون شك حتى في هم بيتكلموا على نهاية الأيام لم يغفلوا الواقع بتاعهم، ولم يغفلوا القضايا المعاصرة ليهم. زي مثلا نشوف في ملاخي الرب بيقول لهم أنا أحببتكم فبما أحببتنا أنا قدمت لكم كل حاجة وأنتم خنتوني. طب هناك في إيه؟ كنت خنتوني في العشور، خنتوني في العهود، ظلمت بعض، ظلم الزوج ظلم زوجته وطلقها لأي سبب، كل دي أخطاء. إذن الناس لم تغفل الواقع بتاعها. حجاي يتكلم على أنه أنتوا بتبنوا بيوتكم وسابين بيت الرب خراب، نفس الكلام برضو زكريا قاله. حزقيال خاطب الشعب وتكلم للأمة بكل شرها وعنفها بشكل عنيف جدا، تكلم على أخطائها ولكن برضو اتكلم على الاسترداد. فاللي بنقوله أنه الأنبياء لم يغفلوا الواقع، رسالتهم خطبت الواقع، لكن في رسالته وهي بتخاطب الواقع بص لبعيد وبص لقدام في الأزمنة اللي جاية. بكده نكون خلصنا
ففكرتنا عن النبوة، عارف انه احنا الموضوع تقيل شوية، كوندنس شوية، بس اتمنى نكون قدرت، يعني قدرت اكون بوصل الفكرة يعني بقدر الامكان بصورة بسيطة، علشان لما نقرأ النبوات ما نتوهش وما نروحنش بشكل يقلب معنى النبوة، لكن خلينا نفهم هو ماشي ازاي، ازاي بتتطور، ازاي كبرت، ازاي مرتبطة بالشريعة، ازاي مرتبطة بالشعب، مرتبطة بالبيئة بتاعتهم وظروفهم. زي ما قلت ما اقدرش اخرج النبوة من الكونتكست الواقعي بتاعها، تاريخي وروحي وادبي واخلاقي وكل ما فيها، ما اقدرش اخرجها، لازم افهمها في الكونتكست ده، وبعد ما افهمها صح وافسرها صح اخد منها التطبيق المناسب لينا في العهد الجديد. امين. اي اسئله؟ عندي سؤال من فضلك. اتفضل يا شيخ شادي. شكرا. بالنسبة لداود، أنا شايف إن الكتاب المقدس تملي بيحط داود على إنه ملك بس مش نبي. عاوزك تأكد لي الحكاية دي أولا، وثانيا ليه هو ما يعتبرش من الأنبياء؟ بالرغم من ان في معظم الحاجات اللي قلنا الوظائف الرئيسيه للانبياء، زي بيتكلم على الحاجات المستقبليه مثلا، كل المزامير الميسيانيه اللي اشترك فيها، واجه الشر والخطيه، تقديم المشوره، يعني مش عارف هل بسبب انه كان مور ملك دان بروفيت ولا هو ما كانش بروفيت خالص. لا هو طبعا داود مش بس بيتقدم على انه ملك شيخ شادي، لكن بيتقدم كمان على انه كاهن ونبي. واقول لحضرتك ازاي. طبعا هو في الاجزاء التاريخيه بيتقدم داود كشخصيه تاريخيه او شخصيه الملك، عشان كده ذكره في الاجزاء التاريخيه، مثلا في سفر صمويل الاول والثاني، وفي سفر اخبار الايام الاول قدم لنا داود الملك، لكن كمان اتقال عن داود انه هو نبي، زي مثلا في سفر الاعمال لما بطرس هيقتبس كلامه بيقول عن داود وانه كان نبي، فقال بروح النبوه المزامير الميسيانيه. وطبعا في سفر المزامير بتظهر موهبه النبوه بتاعت داود من خلال المزامير بتاعته الجميل. فاتقدمني كملك وتقدمني كنبي. يمكن بس هو زي ما اقول لحضرتك في تواجده في الاسفار التاريخيه ركز على ملك داود. اوكي. سفر اخبار الايام الاول لما بيتكلم على داود بقى بي 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 بيحط داود بصوره تانية قوي، بصوره جميله جدا، انه بيحطه له دور كهنوتي، ودي من الحاجات الغريبه شويه. رغم ان هو مش كاهن، لكن هنلاقي داود مثلا هو بيرجع تابوت العهد كان لابس ثياب كهنوتيه، لابس افود من كتان، واقف بيرقص قدام تابوت العهد، لان داود هو اللي نظم الكهنه، هو اللي عمل لهم يعني قادهم الى التقديس والتكريس اكتر، هو اللي نظم العباده جوه الهيكل، هو اللي قسم فرق اللويين والكهنه، وعمل نظام مازال كان متبع لغايه وقت المسيح، ال 24 فرقه الكهنوتيه اللي بتتناوب على الخدمه في الهيكل، كل فرقه تاخد اسبوعين في السنه. قسم عمل نظام العازفين والالات، حط كان عنده اوركسترا فيه 5000 واحد. نظم الترتيبات الداخليه بتاعت الهيكل بتاعت العباده اساسا، واللي بناء عليها بقت عامله زي ما يكون هو حط الاساس ونظم كل ده واستمرت عليه طول السنين. فالسفر اخبار الايام ركز لي على الدور الكهنوتي بتاع داود، لانه داود هو احد التايبس او الشخصيات اللي كانت بترمي ظل الى المسيح، يعني ده هيجي ابن داود. فالغريبه والجميل جدا في العهد القديم لما قدم داود، طبعا هو ركز عليه في التاريخ ان هو الملك، لكن وراني داود الملك والنبي والكاهن. طبعا النبي والكاهن بشكل يعني النبوه هنا انه تكلم بكلمات الله في المزامير، والكهنوت بصوره، طب ان هو ما كانش كاهن لكن بصوره ان هو
كان له كان انفولف في في تنظيم الطقس والحياه الدينيه للشعب، واللي بناء عليه فضلوا مستمرين من بعد من داود لغايه مثلا زكريا ابو يوحنا المعمدان، كان يقول ان هو من ضمن الفرقه بتاعت فلان اللي كانوا بيخدموا في الهيكل، وده التنظيم ده هو اللي داود عمله. فالحقيقه انه داود اتقدم على انه ملك وكاهن ونبي. هل اليهود ليهم مصلحه انه ما يكونش داود ما يكونش نبي؟ لان اليهود انا شايف، انا كنت بعرف سورس يهودي من قريب قالك he's only a king، بدليل ان كان معاه انبياء زي نسان وجاد وجاد الرائي وصمويل، بيقول لك ما يعني ده تعليلهم، يعني ما فيش نبي يعلم نبي. ما بالظبط، هو يعني زي ما تقول الدور الرئيسي بتاعه هو ملك. النبوة هو مش دوره نبي، يعني مثلا نسان ده نبي صرف، صموئيل نبي صرف، في حين انه صموئيل كان نبي صرف لكن كان قائد الشعب، كان قاضي. اوكي، فلكن دوره الاساسي او مسحته الاساسيه مسح على انه نبي، داود مسح على انه ملك. بينما انه كان في حياته الشخصيه كان عنده موهبه النبوه، عشان كده كتب في المزامير، وكان عنده دور يعني كهنوتي، يعني كهنوتي برضه، عايزين نخلي بالنا عشان طبعا في العهد القديم هو الكهنوت كان خاص بعائله هارون، لكن هو دوره هنا كانه تنظيمي، او انه الدور الكهنوت بتاعه شرفي اكتر من هو كان بيقدم ذبائح. اوكي، لكن هو مسح كملك، يمكن عشان كده هم بيستندوا على الحته دي. يا اوكي، شكرا يا اخي. شكرا ليك، شكرا. اي اسئله ثانيه؟ اخ باسم ازاي؟ اتفضل شيخ مهدي، ازيك مهدي اخبارك؟ داود من خلال المواقف الكتير في الكتاب او العهد الجديد بنلاحظ بيركزوا على خطيه داود. في هدف من التركيز على خطيه داود من خلال سرد حياه داود؟ الهدف الوحيد من خلال سرد حياه داود وحياه ملوك اخرين لما بيقدم لي فين الناس دي وقعت، عشان يقول لي انه ما فيش حد فينا كامل، مفيش غير واحد بس هو اللي بلا خطيه، هو رب يسوع المسيح. لكن بيعلمنا الكتاب من خلال مواقف سقطات رجال الله انه ازاي بيرجع يتوب، ازاي الله بيقبل هذه التوبه، وانه مفيش مشكله انه حتى رغم ان داود يعني ارتكب جريمتين كبار، إلى أنه فضل في لغاية النهاية بيتقال عنه أنه الله وجد قلب داود حسب قلبه، وأنه أحد المعالم الكبيرة في الكتاب المقدس. يعني داود لوحده تقريبا في العهد القديم واخد تقريبا حوالي 2.5 فقط مفروضين لداود، يعني رقم ضخم جدا ما خدوش أي حد، لأنه ده أحد الرموز الكبيرة اللي بتشير المسيح. لكن في النهاية بيقول لي أنه ده إنسان ليه سقطت، مهما كان ناجح في كل حاجة برضو عنده غلطة. نفس الكلام على سليمان، نفس الكلام على موسى، نفس الكلام على إيليا، على كل واحد فيهم كان عنده خطأ. طبعا غلطة داود كانت كبيرة، والعقاب بتاعها قالوا انه اللي انت عملته في الخفة هيتعمل فيك في العلن. فشوفنا الحقيقة في حياته الخطيتين دول اتعملوا في بيته، ما فرقوش بيته، الاغتصاب والقتل، ويمكن يكون نوع من التحذير لينا طبعا، ويمكن استمرار العقاب ده انه يا حرام لغايه النهارده بيذكر داود بالفعلتين دول. لكن في النهايه ما بنقدرش نقول غير انه الكتاب المقدس قد ايه صادق، وما بيخبيش حاجه، وما بيجملش مواقف حد، يعني غلط بيقول عليه غلط عشان يثبت لي انه ما فيش حد بلا خطيه غير شخص واحد هو رب يسوع المسيح. شكرا حبيبي. شكرا ليك. طيب